ودي يا اضع مكانهما عيني جوهرتين. جوهرتين يا شيخ لا تشترى. لا تشترى بس تتباع. بلاش انا. هنطلع فاصل اعلان ونرجع تاني، والابتسامه يعني لا يمكن تغادر وجهك طول ما انت تتفرج على الشباب اللي زي الورد دول. فكره الموهبه في الجامعه وفي المدرسه وتنميتها والوقوف جنبها فكره عظيمه، ومصر جميله، مصر عظيمه، مصر بلد المواهب. اي حد يتخيل ان المواهب في مصر بتموت يبقى لازم يموت، مفيش حد. انت كويس الشاب ده كويس. هو ده هو المسؤول عن الـ عن الـ عن كل حاجه. نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني، ابقوا.